السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة من مشوار نجم. عايزين نتكلم مع بعض في حاجات بسيطة، ومعايا ضيف عزيز على قلبي جدا جدا، من الناس المحترمين جدا والناس الغاليين والتاريخ مشرف للكرة المصرية. هنتكلم مع بعض في حاجة بسيطة جدا جدا كده، بس إيه مع بعض كده، في إلغاء مواليد 2004 2002 و2000. بقت في مشكلة عندنا، هو بجد وحقيقي كابتن فنجادة بياخد 1,000,000 جنيه مصري؟ كابتن فنجاده المدير الفني لاتحاد الكره المصري ناشئين والبراعم، هو فين الناشئين والبراعم؟ هما فين الناشئين والبراعم؟ ولا في ناشئين ولا في براعم. انت جاي مدير فني على اتحاد كوره بقت كل الانديه استثمار، بعد 5 سنين مفيش لعيب كوره، احنا مش لاقيين لعيب كوره في مصر، مدير فني مش لاقي لعيبه في مصر، مش بيدور على لعيب موهوب مش لاقيه، محتاجين لعيبه لمصر، جاي يعمل لعيبه لمصر؟ صعب، صعب جدا جدا اللي بيحصل فينا يا جماعه. ده في مدربين بياخد 3,000 جنيه في الشهر وبصل له، في مدربين بياخدوا 2,000 جنيه وبصل لهم. البيه اللي احنا ما سمعناش اي حاجه، بل في تدهور في الناشئين والبراعم. بقى دي الناشئين والبراعم بتاعتنا بتاعت زمان؟ يعني محمد صلاح مثلا لو كان مواليد 2002 او 2004 كانت مواليده اتشالت خالص وما كانش فيه محمد صلاح؟ الناس دي راحت فين واللعيبه دي راحت فين؟ عملتوا فيها ايه؟ مصيرهم ايه؟ اللي كانوا بيسافروا من كفر الشيخ وطنطا والحتت ديت وبيروحوا القاهره مصيرهم ايه؟ بقى لهم سنين شايلين الشنط على كتافهم وماشيين. ضيعتوا اجيال ليه؟ بتضيعوهم ليه؟ ايه الفكره؟ طب اطلعوا، يطلع يقول لنا ايه الفكره في الموضوع؟ ايه الفكره؟ بتوفر وبتدي الراجل 1,000,000 جنيه؟ مش هتكلم عن المدير الفني لمنتخب مصر. ده منتخب مصر، مفيش مشكله هو ابننا يعني. مفيش مشكلة، مش هنتكلم على طريقة اللعب، ومش هنتكلم على اللعيبة، ومش هنتكلم على المستوى والكلام ده كله، مش هنتكلم. إنما الراجل بياخد 1,000,000 جنيه. وبنرجع تاني لنقطة الصفر. إحنا شفنا إيه طيب؟ الراجل بقاله بالظبط موسم أو سنة، إيه الجديد؟ بيلغي. الناس بتلغي مواليد. حرام يا جماعة. ده كده حرام، يعني أنا مش أنا ما بقتش عارف أنتم ماشيينها إزاي. حد يطلع يقول لنا المواليد دي اتلغت ليه؟ حد يطلع يقنعنا يقول لنا المواليد دي اتلغت ليه؟ ولصالح مين؟ ولصالح ازاي؟ انت عارف الاعداد اللي اتلغت دي قد ايه؟ انا مش فاهم. وانا مش فاهم انت بتاخد 1,000,000 جنيه ليه؟ وانا مش فاهم انت جاي ليه؟ وما اناش فاهم انت مدير فني على مين؟ انا ما بقتش فاهم. يا جماعه انا قلت لكم حسابنا كلنا حسابنا كده عند ربنا. واضح بقى اللي ما فيش حد بيخاف ربنا. يعني واضح اللي ما فيش حد بيخاف ربنا خلاص. بقت مشكله. احنا في تدهور. مدير فني، احنا جايبين مدير فني لبراعم وناشئين، ومفيش براعم ولا ناشئين. ده ما عندكش الا 4 5 انديه بس اللي هم مش استثمار، والباقي كله بياخد فلوس. هتطلع لعيب كوره فين؟ انت جايب مدير فني على مين؟ ومفيش لعيبه. لعيب الكوره فقير معهوش فلوس، هو لعيب الكوره معهوش فلوس. المهنه بقت عريانه يا جماعه، بقى ساترها بس الناس والبطولات القديمه والعباقره بتوع زمان اللي احنا عايشين عليهم. المهنة عرتوها، بقت المهنة عريانة، بقى أي حد يخش. اللي بقى ساتر المهنة الناس والتاريخ القديم. نرجع لتاريخنا ورا نقول ياه كان زمان وكان آخر جير كابتن حسن شحاتة، ده كان في خبير ولا كان في الكلام ده كله؟ وبعدين في حاجة مهمة جدا، البلد اللي بتجيب خبير مدير فني هي البلد اللي بتبقى متأخرة. اللي بتجيب مدير فني اتحاد كورة، طب هي البلد اللي بتبقى متأخرة. فين؟ طب اديني بقى الخطه اللي انت ماشي عليها، اللي انت جاي عليها، اللي انت بترسمها، اللي انت هتعملها. مفيش الكلام ده. ونرجع تاني نروح لمدير فني، يجي له ولد يا عيني مقطقط وصغير كده وجميل ولطيف وعنده موهبه بتاعت ربنا. امشي يا ابني، ده ضعيف. جسمك ضعيف. الكلام اللي بيتقال عادي في العادي ده. هنطلع لعيب كوره امتى طيب؟ ما هم الحريفه كلهم اجسامهم قد كده، الحريفه كلهم اجسامهم قد كده والله. طب هنعمل ايه؟ طيب احنا جبنا خبير اجنبي يعني كان ناجح جدا في مصر، كان مكسر الدنيا في مصر عشان الدوري بتاعنا رهيب يعني. جبنا الراجل عشان يشتغل كمان، مفيش مواهب، هيبقى مدير فني على مين بقى؟ القاعده كلها عايزه نسف، القاعده كلها عايزه ثوره. الناس اللي ماسكنا في اتحاد الكوره فوق ما لهمش دعوه بينا خلاص، احنا تحت عمالين نخبط ناشئين مين وبراعم مين، احنا عايشين وخلاص والدنيا ماشيه وخلاص مفيش مشكله. اهو مدير فني احنا جبنا له مدير فني اجنبي. لا يا راجل، لا يا جدعان، لا 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 لا
لا لا لا لا لا، استروا المهنة عشان كده عيب، استروا المهنة عشان احنا كده اتظلمنا كلنا والله. يعني واحد ياخد مليون، واحد ياخد مليون الا ربع، وواحد ياخد 1000 جنيه، وتلاقي اللي بياخد 1000 2000 جنيه شقيان في الملعب طول النهار، وطالع طالع اقول ايه، طالع مموت نفسه، مموت نفسه عشان يطلع لعيب كوره. مش هينفع يا جماعه، يا تطلعوا تقولوا المدير الفني ده جاي ليه وخطته ايه. يا كفايه كده علينا بقى، يا كفايه علينا، شبعنا فنيات، شبعنا واحنا متاخرين، احنا ما ركبناش الطريق لسه. نكونوا فاكرين احنا بدانا نركب الطريق وماشي، احنا لا 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 لا، الطريق ما لسه ما ركبناش الطريق للاسف، الطريق ما اتركبش. كل سنه وانتم طيبين، فرقوا فلوس البلد للعباقره اللي انتوا بتجيبوهم، ونسينا العباقره اللي في مصر. ادوهم حقهم وشوفوا الناس دي هتعمل ايه. 100 دورات و100 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 ودورات وشهادات متعلقه على الحيطان، وكله كله على الحيطان. كل سنه وانتم طيبين. فاصل ونرجع لاجمل ضيف في الدنيا حبيب قلبي كابتن، نقول لكم بعد الفاصل ان شاء الله باذن الله. بعد الفاصل مشوار نجم مع حبيبي واخويا الكبير وكبير مقاما كابتن اسامه عبد الله، نجم نادي الزمالك ومدرب نادي زد مواليد 2006، من العباقره اللي في التدريب في قطاعات الناشئين والبراعم بصراحه. يعني منورنا كابتن اسامه. حبيبي يا كابتن، انت منور الدنيا وحشتني، ومبسوط ان انا شفتك وبرنامجك الجميل ده. اتمنى لك التوفيق ان شاء الله، ويا رب كده تكون ان شاء الله فتحة خير ان احنا نعمل حاجة كويسة للبلد دي، ان احنا نتكلم في كل القضايا اللي تخص البراعم والناشئين والكرة المصرية عامة. احنا بنتشرف بيك كلنا والله يا كابتن، ويعني انت من الناس اللي الواحد يعني من العباقرة اللي موجودين في قطاعات الناشئين بأمانة. يعني دي شهادة يا كابتن تكفيني ان من نجم كبير زيك وحد محترم ما بيجاملش ولا بيحاول ان هو ينافق او ان هو يكون عنده رياء او عنده اي نوع من النفاق لاي حد، فدي شهاده كبيره طبعا من نجم كبير زيك بعتز بيها. شرف بيك يا كابتن حبيبي، منورنا والله. ربنا يخليك. عايزين نعرف بدايه الكابتن اسامه، في ناس كتير ما تعرفش كابتن اسامه بدا فين وبدا ازاي وطريقه بدايته ازاي، دي حاجات مهمه جدا بنحاول نكشفها للناس، والاولياء الامور برضو بيستفيدوا من المشوار بتاع كابتن اسامه. بدات ازاي كابتن اسامه؟ والله زي اي حد زمان يا كابتن جمال، كنا بنلعب كره في الشارع طبعا، كره شراب وكل حاجه، كره بلاستيك وكره جلد، يعني لعبنا كل انواع الكور زمان. وفي مراكز الشباب طبعا، كنت عندنا مركز شباب في المنطقه بلعب فيه، وشافني كابتن محمد احمد جارنا وصاحبي وحبيبي لحد النهارده، كان لسه منقول من المقاولين ورايح الزمالك، كان عنده 20 سنه، كان مع كابتن حسن شحاته، فقال لي اسامه انا عايز اوديك الزمالك. قلت له خلاص يا ريت، انا كده كده زملكاوي وبعشق الزمالك، ف يا ريت. ما صدق طبعا رايح. كان انا كان عندك كام سنه؟ كان عندي 11 سنه. جميل. فوداني الكابتن وحيد كامل، فكان لسه ما يعرفش الكابتن محمد، كان لسه جديد فما كانش واخد شهره وبتاع، ف بيقول له يا كابتن وحيد انا جايب لك لعيب، قال له لا هاته يوم تاني ومش عارف ايه، قال له انا جايب لك هديه، يعني انا جايب لك لعيب هديه يا كابتن وحيد وبتاع. كان كابتن وحيد ما اعرفش، يعني مصمم ان ما يشوفنيش اليوم ده. طبعا كابتن وحيد حبيبي بعد كده طبعا، بس انا بنقل الصوره زي ما هي. المهم كان موجود معاه كابتن سعيد التيت الله يرحمه، كابتن طحاوي، فقالوا له خلاص يا كابتن وحيد شوف الراجل بقى النهارده وكده. فالمهم نزلنا الملعب، قعد الكابتن وحيد خلاني مثلا لاخر فرقه المغرب، خلاص ايه هيدي، ما فيش غير انا واثنين ثلاثه. المهم فجي قال لنا ايه، طب انتوا خليكوا. فاليوم الثلاث الجاي بتاع راح كابتن صحاوي، قال له يا كابتن بقى شوفهم بقى، انت عارف ايه عشان نخلص عشان نخلص. فانا بيني وبينك كنت فاقد الامل خلاص، المغرب والدنيا ليلت وبتاع، ابتدت يجي لي نوع من الاحباط، يعني صغير ولد صغير وبتاع وعايز العب. فالمهم اول ما نزلت كان كابتن وحيد تقريبا مشغول، كان كابتن علي بقى الله علي شرف الله يرحمه، الله يرحمه، يعني من الناس اللي لازم نترحم عليها، يعني الله يرحمه، العباقره في كره القدم. فبعت العامل بتاع الاوضه قال قول له الكابتن وحيد يبص ايه على الولد ابو شعر ده، واخد بالك؟ كان الكابتن وحيد تقريبا بيتكلم معاه. طبعا اول ما قال له كده الكابتن علي، انا الحاجات دي عرفتها بعد كده، يعني طبعا عشرتهم بقى. ف
ابتدى بقى ايه انتبه لي في اول ما جيت كده، فراح مصفر حسب فاول قال لي تقدر تلعبها للولد ده، فايه عملتها له كده بوش رجلي، قال لي لا 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 تعالى تعالى تعالى، وراح واخدني جري على الدرجه الاولى، واخد بالك صورني وبتاعه ومضاني والكلام ده كله. قعد يقول لي انا ريفي يعني تربيه ريفيه وكده، احسنت انت مزور وبتاع، ما كنتش اعرف يعني كلمه مزور انا. أيوة. مش فاهم، واخد بالك، فبضحك وبس وكده. المهم بقيت يعني من اللعيبه الاساسيه، قال لي انت تيجي مع الفرقه الاساسيه من بكره وكده. بقيت طبعا لعبت في نادي الزمالك كل مراحل الناشئين، وكنت طبعا بصعد في السن الاكبر مني بسنتين وثلاثه واحيانا اربعه. يعني انا مثلا لعبت مع الجيل بتاع عفت نصار ونبيل محمود، دول اكبر مني مثلا باربع سنين. ايوه الكابتن ميمي فكري. فخدت بطولات كتير طبعا، خدت يمكن ثلاثة دوري عام، بطولة الجمهورية مع الفرق المختلفة. بطولة الجيزة دي كنا بنكسبها على طول طبعاً. يعني عندي بطولات كتير، بطولة القاهرة الكبرى. خدت اتنين دوري مع نادي الزمالك، الفريق الكبير 91 و92. طبعا انا متصعد مع الدرجة الاولى، يعني كان كابتن عصام بهيجة الله يرحمه ويمسيه بالخير. كان مين يا كابتن اللي من جيلك في الفرقة بتاعتك؟ كان جيلك نادر السيد ويحيى نبيل وسامي عبد الحليم وسامي الشيشيني وعمرو عبد السلام وتامر عبد الحميد البكرايت وامير عبد العزيز. لا احنا كانت فرقه تقيله يعني، حتى كان جينا الناحيه الثانيه في الاهلي وليد صلاح وهادي خشب واحمد. لا بس كنا بنديهم على دماغها. طبعا لا بس كان وليد معذبكم. لا وليد كان مجرم وهو صغير. اسمع اللي كان معذبكم. لا بس كنا يعني عقل جد الله كان بيمسكه على طول. فخلاص يعني عقل جد الله. لا في الاهلي طبعا. لا معانا جينا شويه امير ونادر وعقل جم كبار. بس ما راحش الاهلي عقل جد الله؟ عقل لا ما راحش لعب في الزمالك بس. لعب في الزمالك بس انا والشيشيني اللي يعني الشيشيني كمان اقدم مني. الشيشيني من هو صغير يمكن عنده 10 سنين او اقل. طب كمان هنيجي لحاجه مهمه في كلام حضرتك اللي بتقوله ده جدا، يعني حاجه لفتت نظر. الكابتن قال لك حط الكوره واعملها لي، ده في الاختبار اللي كان بيشوفك او بيتعرف عليك لسه، بيقول لك حط الكوره تعرف توديها لمثلا الناحيه الثانيه او بتغير ملعب او يعني هل حد علمها لك دي قبل كده ولا بتاعت ربنا؟ لا بتاع ربنا. كان في اكاديميات وناس بتعلم والكلام ده ولا كانت بتاعت ربنا؟ كانت بتاعت ربنا. طب هو يعني ربنا زعلان مننا اليومين دول؟ والله ولا المشكله فين؟ بص يا كابتن عشان نيجي نتكلم كلام بقى محترم والناس تحترمنا وكلام علمي. ده المشكله في حاجات كتير. يعني المشكله ان احنا عندنا اصلا الشغل في البراعم وفي السن الصغير ما بنهتمش بالتعليم، ما بنهتمش بالتاسيس، وده هو السن ده اتعمل للتعليم والتأسيس. والمهم جدا كمان ان المدرب يبقى بيعرف يعلم. احنا عندنا برضو مشكلة مع احترامي للمدربين طبعا، مش قصدي في مدربين محترمين كتير، لكن هو السن ده زي مرحلة الابتدائي في التعليم. بالزبط. لو ما كنتش ابتدائي هتطلع متأسس كويس، مش هتخش اعدادي وثانوي واقف على رجلك كويس، مش هتقدر زي كده. بالظبط كده. بالزبط. فهي دي انا من وجهة نظري هي مرحلة الابتدائي بتاع التعليم، فمرحلة مهمة جدا جدا. وعندنا للأسف بنبص تملي، عايزين كأننا بنختار لعيب كرة كبير، عايزين مفيش حد عايز يتعب مع ولد، مفيش حد عايز يتعب مع لعيب، مع إن عندنا خامات على فكرة. عندنا طبعا مصر ولا بس للأمانة المواهب قلت. يعني أنا متفق معاك في المقدمة بتاعتك إن أنت بتقول المواهب فين. لا المواهب قلت غير زمان، كان مواهب كتير. بالرغم ان دلوقتي المفروض تبقى المواهب اكتر، الاماكن الاكاديميات والتعليم بقت واسعه، بس انا ليا وجهه نظر ثانيه برضو بقى. اتفضل. يعني احنا عندنا مواهب كتير جدا. وفي اكاديميات كتيره جدا، يعني بصرف النظر بقى عن ده مدرب ولا مش مدرب، بس الاكاديميات بقت في كل حته، ده حقيقه طبعا انت متفق معايا فيها. تمام. انا ممكن يجي لي لعيب كويس زي كابتن اسامه عنده 11 سنه، انا ممكن ابوظه تعليميا وكل حاجه وبدنيا وكل حاجه. هي دي اللي احنا بنتكلم فيها. فممكن في مواهب وبتروح اكاديميات واماكن غلط فبتتعلم غلط. ما عشان شغال غلط. بالظبط. ما ده اللي احنا بنقول عليها. فمصر فيها مواهب. فيها طبعا. ما انا بقول لك بس هي دي المشكله، وطبعا المشكله بتبقى وراها حاجات كتير، ممكن ولي الامر واخد بالك احيانا يعني. دور اساسي طبعا. طبعا. ان هو عمال بيجري وخلاص عايز يلعب ابنه. بالزبط. وكل همه ان ابنه يلعب. بالزبط. مش بيفكر انه يأسسه كويس ويعلمه كويس، واخد بالك؟ صح. النهارده مثلا تلاقي يعني النهارده بتلاقي مثلا ولي الامر اي حاجه يسمعها يصدقها يروح عاملها. بالزبط. بدون علم وبدون دراسه طبعا، دي مشكله كبيره. فاحنا عندنا لازم من يعني لازم تبقى من الاساس
من الاتحاد نفسه. واخد بالك؟ طب انا استاذنك يا كابتن اسامه. اتفضل. معانا اتصال من احد اولياء الامور. مين؟ الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كابتن جمال. ازي حضرتك؟ مين معايا؟ ازي حضرتك؟ انا اسمي محمد سلمان، احد اولياء الامور. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ مشكلتك ايه؟ تحياتي لحضرتك والبرنامج حضرتك، وتحياتي لكابتن اسامه عبد الله. الله يخليك يا رب، الله يخليك، نورنا والله. تحت امرك، تحت امرك. في مشكله بالنسبه لك او حاجه بالنسبه للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه؟ لا، انا كنت عايز اتكلم على موضوع البراعم والاختبارات وقصه الفلوس والكلام ده. يعني ان انا مريت بتجربه، انا اصلا صعيدي من سوهاج ومقيم في القاهره. يعني حضرتك من الصعيد من سوهاج؟ اه اتفضل. وبدات الرحله مع ابني بقى في الكوره. في البدايه رحت مكان لقيت كابتن كبير كان بيلعب في نادي مشهور، يعني احتراما لحضرتك والبرنامج، كان مش هقول اسماء يعني. لا احنا مش عايزين اسماء، احنا بنقول هنا ما بنقولش اسماء خالص. تمام يا كابتن. رحت انا، كان في ولي امر معايا، خد منه 20,000 جنيه. يا نهار ابيض، نهار ابيض. ووديه لك نادي، والولد كان صغير يعني، براعم يعني، ده تقريبا 10 سنين، مش حاجه يعني. طب انت وديه لك نادي كذا. وديه لك نادي كذا، الولد يروح يقعد شهرين ومع السلامه يمشي. ولي الامر اللي كان معايا ده يرن عليه، حاضره خلاص، مع السلامه، اخطف واجري يعني. طب انت لو متابع الحلقه بتاعتنا من الاول هتعرف ان احنا بنتكلم في التاسيس الاول، الموضوع بقى مش دافع فلوس وخلاص، يعني بنتكلم في التاسيس. الناس مستعجله على ولادها وعمالين يدفعوا في فلوس يا جماعه، وابنك مفيش. وانا ما ينفعش ادفع فلوس لاي حد كده للاسف يعني. طبعا انتوا واثقين، كنتوا واثقين اهم حاجه التاسيس. بس انا بقول لك على حته تجربه انا مريت بيها في القصه بتاعت. وبعد كده رحنا لنادي ثاني، مكان ثاني يعني، نفس الكلام، اللي ماسك المكان، طيب ابنك كويس، انا هوديه لك كذا، عايز منك كذا. انا بوريك حاجه حصلت معايا واقع. انت قصدك يعني الامور ماشيه بالفلوس؟ قصدك انت عايز توصل لنا الامور بقت ماشيه بالفلوس بس يعني؟ يا كابتن انت قصدك يعني الامور بقت كلها ماشيه بالفلوس، ده قصدك يعني؟ اه احنا للاسف يعني. واحنا هي بقت ماشيه بالفلوس كلها، بس ولي الامر برضه له دور في الموضوع ده يعني. اربع اولياء امور معايا دفعوا، وبعدين بقى يقنعهم هم عشان يكلموني انا. قال لك كام؟ قلت قال كذا. لا ده هو كده بيحبك، ده هو مخفض لك عننا. انا مش عايزه يحبني، انا مش عايزه يحبني، عايز يكرهني بس ما يضحكش عليا يعني. والله يا استاذ محمد، يا استاذ محمد، احنا هنا احنا بنتكلم وننصح الناس، وللاسف لو ينفع اقول اسم اللي خد منك فلوس والكلام ده، الكلام ده ما بيبقاش عندنا خالص يعني. انا ممكن مش عارف انا ممكن اساعدك ازاي، بس الامور صعبه جدا جدا يعني. والحاجه اللي بتروح والقرش اللي بيروح ما بيرجعش. طبعا. تمام. انت نورتنا يا استاذ محمد، نورتنا. حضرتك صوت الحق الوحيد والله. الله يكرمك، ربنا يكرمك، الله يكرمك. متشكرين جدا المداخله الجميله دي، الله يكرمك، متشكرين. شكرا يا استاذ محمد. ده نوع من انواع النصب الجديد برضو، الناس بتاخد فلوس. وهو المشكله في ولي الامر يا كابتن اسامه. طبعا مشكله زي ما انا بقول لك، النهارده بيجري للاسف ولي الامر بيجري ورا اي حاجه، مش عارف يعني مثلا يقول له ايه ده المدرب مش عارف يروح جاري. لا يا جماعه، يعني ربنا ادانا عينين وادانا عقل نفكر ونشوف. تأسيس اهم حاجه بالنسبه للبراعم، التاسيس والتعليم ده اهم حاجه يا كابتن، مهم جدا. انا ممكن اصرف عليه وهو بيتعلم. كابتن جمال مع احترامي، انا ممكن سوري في اللفظ، انا اسف، انا ممكن اتمرن في مركز شباب مع واحد هيفيدني وهيعلمني كويس ويطورني، ولا انا اتمرن في نادي كبير ما استفادش يعني. معلش مش ودافع قرشين وقاعد، اصل انت مش مثلا ناخد بالك، او بتمرن في نادي كبير ومعلش في الاخر انا ما بستفادش اي حاجه، وابني ما بيتطورش ما بيتحسنش، واخد بالك. فالنهارده انا طبعا بيصعب عليا اولياء الامور، ولكن في نفس الوقت بلومهم يعني، بيصعبوا عليا. دور كبير جدا يا كابتن بجد، ربنا يكرم كل واحد في ابنه. يعني انا اتمنى ادعي بقول يا رب يكرم كل واحد في ابنه. بس نموذج مثلا عم محمد، ما ينفعش انت اي حد يقول لك هات فلوس تديله، يعني بناء عليه تديله، واخد بالك. ده وكمان طرق النصب كتير يا كابتن، يعني مثلا ممكن واحد يجي يدخل للكابتن جمال الملعب في النادي مثلا، ويروح متصور معاه، واخد بالك. فانت طبيعي كانسان بسيط بتتصور معاه، يرجع يقول له ده حبيبي وبتاع، وممكن يقول له ده بص يدخل عليه بالظبط سيناريو. مع ان الدنيا بسيطه يعني، الانديه كلها كل سنه بتعمل اختبارات، فيهم اللي بيعملها بفلوس وبتبقى بحاجات رمزيه، وفيهم اللي بيعملها ببلاش، واخد بالك. فانت ابنك هيتراح وتشاف، وبرده اي حد بيتمنى لعيب كويس، اي نادي بيتمنى، مهما كان في سلبيات، مهما كان في سلبيات، ولازم يعني نعترف في سلبيات يا كابتن. انا دايما بقول لاولادي في الاكاديميه عندي في الاكاديميه،
لو انت لازم انت تبقى لاعب كويس. انا يوم ابقى مدير فني مثلا وماسك فرقه كويسه وعايز اعمل نتيجه في ولا جاي لي واسطه، انا هاخد الواسطه ومش هسيب الكويس. يعني برضو مش هسيب الكويس طبعا، يعني ممكن اخد الواسطه مجامله مره واثنين وثلاثه، بس انا مش هسيب الكويس لان هو اللي هيعليني. ما ينفعش يا كابتن اسيب الكويس، ده حقيقه. الا بقى مع احترامي لو المدرب عينه وحشه او مش مهتم بشغله او ما بيراعيش ربنا في شغله، دي قصص تانية وبتبقى وارده برضو. بس في الاخر كتير. هو الخسران بالظبط، يعني المدرب ده الخسران انه بالزبط. ما انتبهش لشغله فضاع منه لعب كويس، واخد بالك؟ طب انت توجه نصيحه لاولياء الامور في الموضوع كله بالنسبه لابنه، يعني مش شرط بس اللي بيدفع فلوس او الكلام ده، ازاي يخلي ابنه يوصل يعني بطريقه محترمه، ما يبقاش عامل ستريس عليه جامد، حاجات اللي هي دي الحاجات برضو الحاجات برضو اللي احنا بنتكلم عليها جدا على براعم عندنا مثل. حتى عندنا النهارده للاسف النهارده النادي كل همه بقى البطولة، يعني وده سن المفروض، يعني السن الصغير ده المفروض ما نحطش عليه ضغوطات، واخد بالك؟ ما ينفعش ان انا مثلا ايه اقيم المدرب. حبيبك عايزك مين معانا؟ كابتن سامي ابو حليم حبيبي يا ابو السيد. كابتن سامي ابو حليم نجمنا الجميل، كابتن جمال نجمنا الكبير الجميل اللي احنا بنتشرف بيه، يعني الكابتن سامي والكابتن اسامه عبد الله. لا ده انا كده بقيت بقى يعني انا كده اقفل وامشي بقى. حبيبك ده شرف لينا كابتن جمال والله. حبيبنا انت تشرفنا. يا ابو سام ازاي؟ كابتن اسامه بيسلم عليك. يا حبيبي عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الذئب نجم جيله واخويا وحبيبي والادب والاخلاق واللعيب الكبير بامانه والله بدون مجامله بدون اي حاجه. و ده كان لعيب يعني بيبسط ظهره. الله ازاي انا ما اعرفش، انا بيبسط ظهره ولا بيجري بظهره بس عشان حاجه كان موهبه غير طبيعيه طبعا. الله كنت بديها له يضيعها برضه. يعني ده بيشكر فيك يا حبيبي. لا ما لازم اديله واحده موهبه مش طبيعيه طبعا. حبيبي يا استاذ كان فروت جامد ده، يعني حاجه انت مستضيف واحد يا كابتن جمال، حاجه مش طبيعيه يعني. شرف لينا ووجودك برضه شرف لينا، وكابتن اسامه شرف لينا والله. شرف لي انا كابتن جمال على برنامجك الجميل اللي بيعالج مشاكل الكره المصريه وقضايا مهمه جدا تخص الكره المصريه، يعني حاجه شرفنا ان احنا بالمداخله دي مع حضرتك. لا ده شرف لينا العظيم والله يعني. وانا لما قالوا لي انا ما صدقتش بصراحه، يعني قلت له لا مش هتكلم يعني وخلاص. انت نورت الدنيا والله حبيبي ابو السام، مبسوط اني سمعت صوتك حبيبي. كانت اهم ميزه للكابتن اسامه ايه يا كابتن اسامه؟ كانت اهم ميزه عنده في الملعب. اهم ميزه كنت اديله السرور يضيعها. لا لا عايز اسمعه هو. كانت اهم ميزه ايه؟ لا انت شوف الوحيد اللي كان بيتحرك في مساحات فاضيه وبيخلق لنفسه مساحات، انا ما اعرفش ازاي. كان لعيب كبير جدا 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 يعني اسامه، لانه متواجد في مكان ما فيش اي حد يخلق لنفسه مساحه يستلم فيها ويوصل اللعيب. اسامه يعني كانت الكوره بالمقاس، يوصلني للمرمى والحمد لله كان عندي سرعات، بس هو كان بيتهمني ان انا بضيع. عادي وارد يعني. احنا اول جيل جبنا بطوله دوري المناطق وكسبنا النادي الاهلي في المحله، وكانت اول بطوله، وكان الفضل ربنا طبعا والجيل الجميل يعني كابتن يحيى نبيل وكابتن نادر السيد الكابتن عمرو عبد السلام محمد مكرم ما شاء الله جيل محترم طبعا عالي جدالله تامر عبد الحميد. لا لا ده ايه ده منتخب طبعا حاجه كان جيل فرقه كوره كابتن شريف خليل مجموعه كانت كوكبه ممكن اكبر محمد عادل في تاريخ نادي الزمالك، راح منها لعيبه المنتخب كابتن ابو العز. بس ما تنكرش يا كابتن سامي اللي انا قعدت اكتشاف الكابتن اسامه النهارده. لا انت قعدت انت جبت لعيب للامانه ما خدش حقه في الكره المصريه. ربنا يديكم الصحه والله. ده بيبقى رزق يعني، انما الحمد لله على كل حال. كابتن اسامه من اللعيبه الكبار جدا ومن الشخصيات الجميله اللي انت مستضيفه النهارده كابتن جمال. حاجه يعني برنامجك الجميل ده حبيبي والله، انت بتتكلم عن قضايا مهمه جدا محتاجه برامج، محتاجه حلقات كتيره، محتاجه حلقات كتيره فعلا عشان تعالج مشاكل الكره المصريه. وانت بتصير النهارده برضه مشكله كبيره طبعا، انك انت قضيه الغاء 2002 و2004 دي مش قصه قتل مواهب، ده قصه كمان حضرتك ده امن قومي. بالظبط امن قومي بالزبط. الدول العربيه ومعظم الدول والرئيس عبد الفتاح السيسي بالظبط لنادي بالرياضه
اخباري صوت الرياضه، اودي جيلين جيل انا اعلمهم واقعدهم في الشارع، وكل يعني ايه المبرر بتاعك، والانديه هي اللي بتتكفل بمصاريف اللاعبين بالمشاركات في البطولات. ما فيش اي ارهاق على اتحاد الكوره، حتى انت لما بتعمل ولو عندك عدد قليل من الحكام المباريات بتتلعب دور القطاعات ده ودور المناطق، بتلعب ساعات 10 الصبح و12 الدور، ما فيش اي مشكله. انا مش شايف اي مشكله، انما انت بتمنع عدد. انا مش شايف سبب، انا نفسي اوصل لسبب، انا عايز اوصل يعني الناس دي تطلع تقول لنا سبب، يعني بس سبب ايه، وسبب يكون مقنع ان انا اقتل الاجيال دي كلها بمدربينها كمان. يعني الناس دي كان لها مدربين، واكيد المدربين دي قعدت هي كمان طبعا، يعني واداريين وشغلانه ده، وشوف كام لعيب شغلانه ولاعيبه، ده كام لعيب ممكن يكون. انت نورتنا يا كابتن سامي والله، وليك حلقه بقى لازم تيجي لنا هنا تنور الدنيا. يعني انا اتشرف يا كابتن جمال ان انا اكون مع حضرتك، وانت منور الدنيا كلها، واتمنى ان انت القضايا اللي انت بتتكلم فيها دي، وفي مشكله كبيره جدا بالنسبه للمواهب، ان النهارده المواهب موجوده في مصر بس للاسف مفيش برنامج، مفيش سيستم بالزبط. حتى النهارده الاكاديميات اللي بتشتغل مفيش دورات تثقيفيه، ان مثلا ده يبقى حقه انه يفتح اكاديميه، خلاص انت بتعمل اكاديميه، طب انت اسقل المواهب ديت المدربين واعمل دورات، انت جايب مدرب مدير فني منتخب مليون جنيه زي ما حضرتك بتقول، فين الدورات، فين التثقيف، فين الاعداد اللي فعلا انت بتعد بيه مدرب يطلع يربي نجم، يطلع يوجد نجم على الساحه المصريه يخدم الكره المصريه. بالظبط. كان حضرتك نقطه بسيطه، الكابتن محمد صلاح لما احترف كان قاعد يمكن ست شهور او بتاع عشان خاطر ينمي عنصر السرعه اللي هو مكتسب بالفطره عنده. طبعا. فانت النهارده هل الاكاديميات، هل الصرف اللي بيتم على الرياضه المصريه والاستثمار والمبالغ اللي حضرتك النهارده بتطلع والناس بس مستثمرين معاه فلوس فبيعمل فرقه بيكسب، ايه الفايده اللي بتعود على الرياضه المصريه ان ناس بس بتستثمر وتكسب ومفيش اي رقابه ومفيش اي استفاده؟ في النازل يا كابتن، في النازل، يعني الامور في النازل كلها. قضايا كبيره جدا يا كابتن جمال، برنامجك المحترم ربنا يديك صحه، اتمنى ان هو يدعمها بشكل كبير. حبيبي يا كابتن والله، انا شاكر جدا ان انا كنت مع حضرتك، انت نورتنا النجم الكبير الكابتن اسامه عبد الله. حبيبي يا ابو سعد، الله يخليك، مبسوط اني سمعت صوتك. اتفضل يا كابتن، اتفضل يا كابتن. طلعت لعيب جامد بقى حبيبي يا كابتن. انا اعرف انت لعيب جامد جدا، ويعني تاريخ مشرف لينا، وحاجه شرف للبرنامج والله يا كابتن. فانا بقى ولي الامر، احنا كنا واقفين عند ولي الامر، يعني الاستريس اللي بيعمله على الولد، الشد اللي بيعمله على الولد، الحاجات بقى اللي هي بتبطل لعيب الكوره من غير فلوس. يعني انا بتكلم على لعيب في النادي وهو عيل براعم وضغطه والدنيا مضغوطه على الولد وطفل، هو المفروض في السن ده ما يتضغطش لا من المنظومه ولا من ولي الامر. يعني احنا المفروض مرحله البراعم دي تبقى كلها مهرجانات، واخد بالك، الماتشات ما هي الا تعتبر، مش هنقول حاجات فاني بقى والكلام ده لا، اللي هي ان انا النهارده كمدرب عايز اشوف الشغل بتاعي والولد وصل لحد فين، اتطور ولا ما اتطورش، واخد بالك، ما هي الا احتكاك ولكن بدون ضغوطات. يعني انا ممكن النهارده كل مثلا نادي الزمالك يروح يلعب النادي الاهلي، واخد بالك، مش مهم النتيجه بس انا عايز اشوف بالزبط. الولد وصل الولاد فيه. وصلوا لفين، في تطوير ولا مفيش تطوير، بالظبط، هل في تطور في الاداء، المهارات الاساسيه اللي احنا شغالين عليها الولاد وصلوا لمرحله في اتقان ولا لسه المرحله الشغل المهارات الاساسيه محتاجه شغل اكتر. السن الصغير ده يا كابتن محتاج تكرار كتير، محتاج صبر، الولد نفسه محتاج صبر، واخد بالك، فما ينفعش كل يعني عشان نصلح من المنظومه لازم نصلح من الاساس، واخد بالك، لكن النهارده كمان النادي عليه دور، لازم النهارده اشوف المدرب ده شغال فعلا بيعلم بيأسس ولا مجرد تمرينه، ما ممكن اي حد يدخل على النت يجيب تمرينه وينزل يعمل، بس اللي جوه التمرينه ايه، مش عارف الهدف هو، رسم الكنزات وحط الكنزات وخلاص، بالظبط اللي انت عايزه ايه. هنا بقى دور ولي الامر، لما الاقي واحد لابس شورت وفانيلا في اي حته وعمل اكاديميه وجاب له كنزين ثلاثه واشترى كنزين ثلاثه، بقى متاح يعني، يعني بقت مهنه متاحه يعني كتير كتير. فانت فين ولي الامر؟ تعرف الراجل ده تاريخه ايه؟ معاه ايه؟ دارس ولا مش دارس؟ كابتن جمال النهارده اللي بيلبس شورت وفانيلا بقى مدرب للاسف يعني للأسف. مع احترامي للناس في مدربين محترمين كتير طبعا. بس للاسف لا للأسف. يعني وهنا دور ولي الامر زي ما انت بتقول، مش لازم اجري ورا اي كلب، بالظبط، ده يجي واحد يقول له ده في مدرب جامد جدا مش عارف يروح جاري، انت ليك عين صح تشوف بيها وليك عقل تفكر بيها. انا دايما اقول ولي الامر ده هو وكيل اعمال ابنه، بالظبط كده، يعني انت يا تبوظه يا هتبقى يا هيكمل. كابتن جمال انا من الحاجات اللي برضو ما
خلتنيش كملت في الكوره، انا ما كانش في حد ورايا يوجه بالظبط النصيحه، واخد بالك؟ فالنهارده انا بشوف اولياء امور بيسيبوا اشغالهم عشان يروحوا يجروا ورا اولادهم. احنا كنا بنروح لوحدنا للنادي وكانت الدنيا، النهارده الولد يعني متوفر له كل حاجه، واخد بالك؟ فانا بشفق على اولياء الامور، لكن لازم الومهم لان هم برضو سبب في حاجات كتير بتضر اولادهم، واخد بالك؟ فيا رب يكرم كل اب في ابنه. والله يا كابتن اسامه احنا زمان الشارع ده كان مهم جدا، كان الشارع امان يعني، كان الشارع ده كان يعني كان احنا كنا مسافرين على غلطنا. غير دلوقتي طبعا. هو في كل حاجه، كنا 24 ساعه في الشارع، كل حاجه متاحه للولد، وكل حاجه متاحه للولد الا اهم حاجه هو الشارع. الشارع ده حقيقي، الابداع. انت كنت بتعمل اللي انت عايزه طبعا، الحاجه اللي في دماغك ده بقى، اللي ما كانش عليك ضغوط وما كانش في حد ضغطك في لعب الكوره والكلام ده كله، فانت كنت بتبدع في الشارع. دي حقيقه. عايز تشوف لعبه الخطيب عملها، فاروق جعفر عملها، وكل اللعيبه الكبار دي طلعت من الشارع يا كابتن. يعني كل النجوم الكبار دول لعبوا في الشارع، واخد بالك؟ احنا بقى كنا غيرهم، كنا مضطهدين من اهالينا وبنضرب عشان ما نلعبش، وانت كده بايظ يا كابتن. انا مره رحت الاختبارات، انا جدي الله يرحمه، يعني والدي الله يرحمه كان بيحب الكوره طب كويس حظ، لكن كان عندي جد صعب زي السيد كده، فرميت فاكر الجزمه الباتة دي، كوتشاي، رميتها لزمايلي من فوق. والله رحت انا قبل ما اروح نادي الزمالك، رحت الاختبارات انا فاكر، فروحنا الساعه كام بقى مش عارفين، يعني ان ليها مواعيد مش فاهمين حاجه طبعا. فرمينا بقى، رميت الشنطه البلاستيك دي كده من فوق السطح لزمايلي، ورحنا بتاع 15 واحد، ركبنا الاتوبيس ورحنا، فلينا هناك اعداد رهيبه يا كابتن، يقول لك فرقه 30 و31، انا بقى لا عارف مثلا مواليد كام، انا دخلت بعد كده عرفت تلعب. عايز العب، تستمتع. دخلت خلاص. الفرقه لقيت طبعا الاولاد، الحق يا كابتن الحق، ده في واحد مش معانا، فطبعا جرينا وما عرفناش نختبر. بعد كده لما رجعت، لما دخلت نادي الزمالك، عرفت ان الفرقه دي اكبر مني باربع سنين، بس انا رايح عايز العب، شفت؟ واخد بالك؟ يعني وكنا عندي احساس ان انا ادي ولا. سبحان الله يا كابتن، الناس دلوقتي عماله تشغل رشاقه ومرونه وبتاع، الشارع عامل لك كل حاجه، كل حاجه، الرشاقه، الالعاب زمان يعني، طبعا مفيش العاب دلوقتي، هو كله لعب دلوقتي، هو قاعد على الجيمز والحاجات اللي بيلعبها ديت والكلام ده، احنا كانت العابنا كلها رياضه وكلها رشاقه ومرونه. بالظبط، سبحان الله، كانت حاجات غريبه. هو بص يا كابتن، الانسان لازم يتطور ولازم يتعلم ولازم يشوف ايه الجديد في 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 في, في المنظومه، كل ده شيء كويس، لكن انا بكلمك النهارده ان فعلا كلامك مظبوط، ان احنا كنا على الفطره وكل حاجه اتعلمناها من الشارع، وكان قلبنا ميت وكان قلبنا ميت، لانك تلعب مع اي حد اكبر منك، اكبر منك. انا كنت بلعب يعني عمرنا مثلا، ما اقول لك ده اكبر منك بثلاث سنين. انا مش متخيل ان انا لما بفتكر دلوقتي، انا كنت بلعب مع ناس كبيره قوي حقيقة. يعني وكنت قوي. تقعد بره نفسك تلعب بتسع سنين يعني، هم كلهم بيلعبوا قدامك كده، انت قاعد بره، طب اديني خمس دقايق، طب العب شويه. وكان زمان بقى الف وب وجيم والحاجات دي اللي انت عارفها، واخد بالك؟ فلا كانت ايام جميله. وطبعا النادي بقى بيسقلك، وبالذات لما بتشتغل. وبرضو انا في نقطه، احنا ايامنا برضو اتمرنا على ايد مدربين كويسين طبعا، عمالقه يعني، احنا برضو محظوظين. هم مش كويسين زي، لا هم في فرق، هو الفرق الوحيد هو دلوقتي ممكن تكون ناس احسن علميا وعباقره علميا و100 100 وفي تقدم وفي تمام. الفرق بقى ده الضمير، زمان تحس اللي هو والدك، والتعليم يا كابتن. هرجع اقول لك، والتعليم، كل الاحساس، الضمير، واخد بالك؟ طبعا، ما هو الضمير بقى، واخد بالك؟ هنا المدرب ما بيروح ما بيفكرش فيك، لا كان بيروح يفكر فيك. بالظبط، واب بمعنى الكلمه. فايوه ده الفرق زمان عن دلوقتي. لا وزمان ما كانش فيه المدربين الكتار دول يا كابتن. بالظبط يعني، لا دلوقتي انت عارفين كده، انا اسف في الكلام، ماسوره اتفتحت يعني. فلا وربنا يوفق كل الناس، في مدربين محترمين طبعًا جدا، بس طبعًا للاسف مش متشافين ومش واخدين حظهم في الزحمه دي، واخد بالك؟ ودي من الحاجات اللي تزعل. طب احنا، طب المدربين الكويسين دول مش متشافين ليه؟ طيب يعني عشان ايه؟ طيب اكيد في عيب يعني، حاجات احنا نجيب كتير بقى مدربين من بره وبنديهم فلوس بالعمله الصعبه والكلام ده، وبنكلف بلدنا في حاجه مالهاش اي بقى كده. نفسي فيها يا كابتن يعني، نفسي يعني نصفي قلوبنا كده، ونفسي ان احنا نفكر في البلد دي، ان احنا نعمل حاجه مش بالكلام. احنا كل بص احنا احسن ناس نتكلم حقيقه للامانه يعني حقيقة، لكن فعل ما فيش للاسف. والنهارده الصراحه بتزعل، والوضوح بيزعل. يعني احنا مثلا ما بنتكلم، احنا مش ضد حد، لا احنا خالص في الاخر خالص مصريين، ونتمنى نشوف بلدنا دي احسن حاجه في الدنيا، ونتمنى يعني. انا اهو كمدرب ببقى مبسوط جدا لما بشوف اي ولد من ولادي، واخد بالك؟ بالزبط. في حته كويسه طبعا، او انه لعيب كويس طبعا.
سعاده ليا بالعكس، واخد بالك؟ فاحنا من هنا يا ريت يا ريت بجد الناس تصفي نواياها وتصفي قلوبها كده، ونبتدي نتفكر ان احنا بجد نعمل شيء محترم، وان احنا ندي الناس حقوقها، واخد بالك؟ ونحاول ان احنا كل واحد ياخد حقه بجد، ونبعد شويه بقى عن المصالح، يعني بصراحه يعني نبعد شويه عن المجاملات، نبعد شويه عن الوسائط، لو عايزين ننجح يعني، لو عايزين ننجح وعايزين نبقى حاجه كويسه. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، واخد بالك؟ لكن هنقعد نتكلم، هنتكلم من هنا لحد يوم القيامه مش هنعمل حاجه. ربنا يديك صح حبيبي يا كابتن. حبيبي يا كابتن، هرجع اقول في النهايه، انزلوا 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 الملاعب، انزلوا البراعم، انزلوا المدربين، انزلوا شوفوا الناس ماشيه ازاي، انزلوا انزلوا يا اللي مسؤولين عن كره القدم في مصر، يا اللي مسؤولين على تاسيس البراعم والناشئين في مصر، انزلوا. البلد مش هتتصلح غير ما تعرف ايه اللي بيحصل تحت، مين بقى مدرب الصبح، مين اللي عنده 17 سنه بقى مدرب. عيش على ارض الواقع زي ما بيقول، لازم ينزل. عيش على ارض الواقع، لازم ينزل. سيبوا المكاتب يا جماعه وانزلوا. انا ما يهمنيش اهلي والزمالك فريق اول والكلام ده كله دلوقتي خالص، انا مش بتكلم عليهم، يعني انا مش هتكلم على منتخبات وخلاص، ده اللي فات فات، والجيل الحالي ده معروف بي يعني، انتوا شفتوا بقى يعني، ما فيش مشكله، ده النتيجه اللي بيحصل. ولسه خمس سنين اللي لقيت لعيب كوره في مصر، لعيب كوره متكامل، انسى. وانا قلت لك المهنه بقت عريانه، واللي ساترها التاريخ القديم بتاعنا، العباقره اللي فاتوا كابتن جمال، علمونا الاهلي والزمالك بقى لهم كام سنه ما فيش ناشئ طلع. يعني حتى في الزمالك مثلا طلع، مع احترامي اسامه يوسف وحسام اشرف، فين هم برضو يعني؟ ما بياخدوش فرصتهم على طول. حقيقة. انا مش بتكلم، دي وجهات نظر مدربين وبنحترمها، ولكن فين الناشئين اللي كانت بتطلع بالاربعه وبالخمسه وبيسمعوا وبيوصلوا؟ فين؟ اسالك سؤال اخير، اتفضل يا كابتن. هو في جيل جه بعد الجيل بتاع ابو تريكه، حازم امام، الناس دي؟ لا. شفت فرقه تيم منتخب مصر بالشكل والعظمه دي؟ لا لا. كابتن حسن شحاته اخر حاجه، يعني وخلاص الموضوع خلص. خلص. المواهب عندنا مواهب وعندنا كل حاجه، وعندنا ما نقول لها لسه بنتكلم. الكابتن اسامه، الضمير الضمير، اقفل الماسوره، اقفل الماسوره اللي مفتوحه علينا دي، السرقه والحراميه اللي دخلوا المجال، اقفلوها شويه. لعيب الكوره قاعد في البيت، لعيب الكوره قاعد في البيت خلاص دلوقتي، اللي بيلعب كوره اللي بيدفع، شوفوا حال اللي بيدفع ده، ولا انتوا هتمشوها كده كل واحد ينتش يومين سنه ثلاثه ويمشي ويسيب مكانه؟ لا، لازم يبقى في رحمه بقى. الراجل الغلبان هيروح فين؟ لعيب كوره الغلبان هيروح فين؟ ولا يا كابتن اسامه؟ طبعا طبعا كده مش هينفع يا جماعه. طبعا. انزلوا بقى، انزلوا شوفوا الدنيا ماشيه ازاي. ود نصيحه يا كابتن لاولياء الامور، اوعى تدفع جنيه لاي حد. اوعى تدفع جنيه لبني ادم، اوعى اسس ابنك بالظبط عشان يلعب درجه اولى، بص للدرجه الاولى ما بصش تحت منك. وعايز اقول لك كلمه اخيره، مع احترامي للكابتن اسامه، البراعم والناشئين دي كذبه. اللي يوصل مين للدرجه الاولى؟ اللي هيوصل مين للدرجه الاولى؟ اللي متاسس مين اللي يوصل للدرجه الاولى؟ نورتنا يا كابتن اسامه حبيبي يا كابتن، وانا فخور وتشرفت بيك النهارده. شرف ليا وحلقه، يعني اقول لك ايه، ايه الجمال والحلاوه دي؟ ربنا يخليك، جميله بيك والاستاف الجميل اللي معاك، و يا ربنا يكرمك كده وتتكلم في كل القضايا، في قضايا كتير يعني، عندنا طبعا مشاكل كتير شاء الله. في ولينا حلقات تانية. تشرف بيك يا كابتن، وتحت امرك في اي وقت. اسلام طبعا في اي حاجه تخدم الكره المصريه. ونورت الدنيا ونورت مكانك ونورت الدنيا كلها والله. حبيبي يا كابتن، حبيبي يا كابتن.